مساء الخير متابعينا في كل مكان، معكم إيريني صفوت صحفية الجريدة. الآن بداخل منزل الشاب محمد بعد قتله على يد شابين عمر وناصر تبع منطقة فيصل، وبعدما طبعا طعنوه بحوالي 48 طعنة حسب مقالة الأسرة وحسب التقرير الطبي الخاص به. طبعا بعد ضربه بالشوم والأسلحة البيضاء، احنا معانا والدته وشقيقه هيكشفوا لنا كواليس الواقعة وازاي تمت قدام الناس هنا في منطقة فيصل. اتفضلي يا حاجة، اتفضلي قولي لنا انت عرفتي ازاي، وصلك ازاي الخبر؟ واحدة طلعت من الشارع وقالت ابنك محمد بيقول لك خد البطاقة وروح له القصر. قلت له هو في حاجة؟ ابني جرى له حاجة؟ ابني عمل له حصل له حاجة؟ راح قال لي قالوا لي قالت لي معرفش. قالت لي معرفش، هم قالوا لي في الشارع ابنك كان بيتخانق، وهم عشان عارفين ان انا عندي القلب ما حدش هيجي يقول لي اي حاجة. لما اتصلت باخوه عشان يروح له قال لي انا معايا امي وابنك هيموت، ابنك بيموت ابنك بيموت. رحت لبست ومش لاقي حد يوديه. الكلام ده حصل تقريبا الساعة كام؟ كان الساعة 10 الصبح. كان هو حصل الساعة 9 10 معرفش، هما جم خبطوا عليا كانت الساعة 10 10 ونص. كانت 10 10 ونص. فما معرفش، قعدت مستنية حد ياخدني، مش قادرة أتحرك من هنا، مش قادرة. أختي اتصلت بيها وجوزها قال لي إحنا رايحين له، صحابي جو ما مشيوا ما حدش ما لقيتش حد. ونزلت رحت له ميت في بركة دم هناك، كل شاش وكل حاجة بينق دم دم صافي. وقعدنا لحد الساعة 4:30 هيودوكوا هيعملوا أشعة هيدخلوا العمليات هيعملوه، وطلع العمليات ومات. مين اللي ضربه؟ فهمي لنا القصه للمشاهدين، ايه اللي حصل؟ انا ما شفتش بعيني. ايه اللي وصلك؟ اللي وصلني ان محمد ابني قاعد تحت في الشارع، في واحد اسمه مع عمر قاعد يشتم في الحته، يا اللي ما فيكيش راجل، يا مساكن يا اللي فيكي، يا مساكن يا اللي عليكي. احمد بيقول محمد قال له الكلام ده ليا؟ قال له ليك، ما احسبه ليك، ما تحسبوش ليك، زي ما انت عايز. راح ابني قايم هو زقه، وراح ثاني غضبته ضربه بالقلم، وقامت المشاجره بين محمد وبين عمر. راح عمر من صفى لاخوه نزل بالشومه ادى لابني الضربه على دماغه اللي ضربه القطره، ضربه مره اتنين تلاته معرفش، هما بيقولوا اتنين، الناس كلها كل واحد بيقول بكلمه. وبعد كده قعدوا نزلوا فيه بالبتاع البتاعات ديت في اوتاره، عشان يكسحوه. بس اوتاره كلها متقطعه، كل اوتار ايده واوتار رجله متقطعه، حتى لو كان هيعيش مشلول، كان هيعيش رجليه مقطوعه ورقبه مقطوعه، لان هما دمروا ايده وايديه الاثنين ورجليه الاثنين وعلى دماغه، يعني هما ضربينه ضربه موت. يعني هو لو ضربه على دماغه هنا بالشومه كانت حاجه تتكسر، لكن هو ضربه ضربه موت. والله يرحمه ويصحى. ده ايه السبب يا حاجه؟ السبب هي كانت في مشكله بين المساكن، يعني اثنين في ناس في المساكن وهم بين المتهمين الشباب اصلا بتاعت اصل شباب الحتت، كل شباب حته بيبقى الشباب بتاعتها كلها مع بعضيها. بس انا اللي انا فهمته اصل قالوا لي كانت في مشكله بينه وبين كذا حد في الشارع، بس ابني بقى من ضمن الشباب اللي في الشارع، هو ابني من ضمن الشباب بتاعت المساكن. انا ما شفتش حاجه يا بنت، شو معرفه، انا كنت نايمه، حتى لحد ما راح مشاف ما حد، لا حدش مش قايل ما قالوليش، عشان انا مريضه قلب بسمع اي حاجه بروح واقع على الحيطان. انا لو ليا ما جت قالت لي ابنك وقعت هنا، ما حدش معايا في الشقه، كان الاثنين هنا لو كانوا معايا كانوا جريوا معايا مسافرين، جارتي اللي تحت والجاره اللي كانت بتتكلم دلوقتي دي، دولت اللي معايا مسافرين، وواحده ساكنه بعيد، ما حدش معايا، وده نزل واخوه نزل ومحدش معايا. هو الاخ الاكبر الاصغر يعني ده الكبير محمد على محمد الضحيه، محمد الوسطاني وحسن الصغير، بس مش هنا. محمد شغال ايه؟ قولي لنا سنه. شغال بياخد المكنه بتاعت اخوه ساعتين ثلاثه كده بيجيب مصاريف. بيجيب مصاريف. بيشقى على رزقه يعني. بيجيب مصاريف. بيجيب مصاريف. طيب احنا معانا اخوه استاذ احمد برضو هيفهمنا القصه حصلت ازاي. خاصة احنا عرفنا هنا من اهالي المنطقة انها حصلت قدام الناس، يعني الواقع حصلت قدام الناس. اتفضل.
اتفضل. ايوه انا جالي خبر ان اخويا، جالي خبر ان اخويا راح المستشفى والدم مغرقه، ومش عارفين ان هو اخويا ولا لا، كمان من كتر الدم مش متاكدين ان هو محمد ولا لا. فطبعا جالي الخبر من اخويا الصغير، طلع لي جاري قال لي البس وانزل. نزلت خدت الموتوسيكل طبعا ورحت بيه على المستشفى، ودورت عليه في المستشفى ما كانش لسه جه. طبعا استقبلته جاي في تاكسي متقطع خالص بقى من اخويا بلحقه، يعني جالي هيستيريا ان انا اقول لهم وقفوا الدم وقفوا الدم. في القصر كله انا كنت بقول لهم هي كلمه واحده، وقفوا الدم، مهما ربطوا في شاش ومهما عملوا دماغه ومهما عملوا الدم بينزل، بينزل دم بقى، لان كده كده في قطع، في خلع في المفصل ده، في خلع في المفصل ده، في خلع في المفصل ده، وقطع في المفصل ده، وكل مفصل عشان يتقطع محتاج بالظبط 3 4 ضربات بالكذا عشان يفصل العظم خالص عن المفصل. فكل ده انا شفته وحضرته مع اخويا، وتقرير طب الشرعي هيطلع بيتاكد بكده، وسبب الوفاه تبقى دماغه جايه من ظهره، جمجمه، كسر الجمجمه، شرخه الجمجمه، تمام، ونزيف داخلي في المخ، تمام. كل دوت حصل. في الاول خالص الواقعه بدات ازاي؟ يعني انت طبعا عرفت اكيد من صحابه او سمعت. الواقعه بدات امتى وازاي؟ ايه اللي حصل؟ من 9 ل 9:30 بالظبط، 10 الا ربع بالكتير قوي، ده اللي انا سمعته. وسمعت ان هو نزل عمر ريان دوت عمال بيشتم، لان هو كده كده اصلا بيشرب مخدرات للدرجه الاولى، اللي هو بيشان طبعا وحاجات كده احنا ما نعرفش عنها حاجه. دي حاجة، الحاجة التانية هو ساعات كان بيجي له هلوسة اللي هو ينزل يتخانق مع الناس في الشارع. ده هو واخوه نفس الوضع؟ هو واخوه نفس الوضع طبعا. هو واخوه قاعدين فوق قاعدين الشقة بتاعتهم، لأن الحكومة طلعت بصت على الشقة بتاعتهم، الشقة بتاعتهم مهجورة خالص، مش دي مش حياة بني آدمين دي خالص. بدأوا الخناقة ازاي مع اخوك يعني؟ نزل جاب فطار عمر وطلع لقى اخويا في الشارع، نزل جاب فطار ولقى محمد سعيد في الشارع. فطبعا لما لقى محمد سعيد حب ينكش فيه، حب يرازيه، حب يضايقه ليه؟ عشان يجي معاه او يتخانق معاه. او اخويا كان دمه حر شويه على نفسه، ولا يقبل شتيمه عليه، ولا يقبل غلط عليه، ولا يقبل اي حاجه عليه، ودي طبيعه اي انسان يعني ما يحبش الغلط في نفسه. فطبعا ضلت المشكله ومسكوا في بعض. فعمر دوت اول حاجه عملها مسك طوبه، طوبه وفيها هي الجيران هنا بيقولوا ان هم الاول شتموا بعض. أيوة تقريبا انا بقوله هو شتموا بعض ومسكوا في بعض ماسكه عاديه بالايد، لحد اما الثاني عمر ريان طلع قطر وعايز يعور محمد. طبعا ما قدرش على محمد، هو ما قدرش على محمد، الله اكبر عليه، كان عافي شويه. راح معلم اسمه عمر ريان ده راح مديله بالطوبه في دماغه. هي بقى بدات طوبه، طوبه بدات المشكله من هنا، الموضوع كله بدات من هنا. راح محمد طبعا متضايق وراح جايب اي طوبه من الارض وعمال عايز يدافع عنها، بيرد بيدافع تمام. طبعا مسك عمر ومسك في عمر وبتاع، لحد ما صفى لاخوه، هو صفى لناصر وهو فوق، لان هم اصلا المتهم الثاني، هم في الدور السادس والواقع قدامهم، هم شايفين محمد رايح جاي بيجيب اكل، بيجيب فطار، بيجيب حاجه، هم متابعين منين؟ متربصين له. عايز تقول ان هم متربصين له لسبب خلافات ايا كان، يعني ايه بس عمرها ما توصل لقتل طبعا، ايا كان ايه، حتى لو هو كان يعني شقي مثلا شويه او بتاع، ده لسه عيل صغير 26 سنه ما دخلش دنيا خالص، لسه كنا عايزين ندخله دنيا، بس دخل الحمد لله دنيا احسن من اللي احنا فيها. اخوه التاني نزل، اخوه التاني نزل بالشومه ضربه 4 ضربات على دماغه، وبيتكازلك 4 ضربات على دماغه، واحد مسك دراعه من هنا راح نزل 4 ضربات في المفصل ده، واحد مسك دراعه من هنا راح نزل 4 ضربات في المفصل ده، كل ده هو على الارض ده بالكازلك، بالكازلك. واحد مسك رجليه مديله 4 ضربات ورا الركبة ومن هنا، واحد مسك رجليه التانية مديله 4 ضربات. جريمة شنيعة في الشارع، الناس مصدومة، الناس مصدومة باللي بتحصل في اخويا، مش عارفين دول طبيعيين ولا دول بني ادمين ولا دول مين. اللي خبط الخبطه على راسه؟ عمر ناصر. ولا ناصر؟ ناصر. ناصر، ناصر اللي خبط الخبطه 4 ضربات على راسه، لحد ما جاب له نزيف داخلي في المخ، لحد ما جاب له نزيف داخلي في المخ. اخويا راح المستشفى، اخويا انت الحقه وربطوا له شاش، ورحت جبت له كسين دم، ودخل عمليات، لحد ما دخل عمليات، لحد ما دخل عمليات، قعد بالظبط من ساعة الا ربع ساعة وراح توفي. عرفنا الدكتور بلغك بإيه أول ما وصل المستشفى؟ قال لك وضعه الصحي عامل إزاي؟ وضعه الصحي باين قدامي إن هو متقطع،
دراعه مش نافع ودراعه مش نافع ورجله مش نافع، لان هو مش محتاج اصلا ترشيح وجع زحل، هو باين كل حاجه قدامه، هو باين كل حاجه قدامه 90% هو مات من الدماغ، لان في المشرحه كان يعني حالته صعبه قوي، ان انا دخلت عليه فميت من الدماغ 90% مات من الدماغ. انا بقول لك وبتاكد لك، هو قبل ما اشوف التقرير الطبي انا طالب نسخه كده كده من التقرير الطبي بتاع الطب الشرعي، ان شاء الله يكون موجود معايا. فهو 90% هو قبل ما اشوفه هو الموت من الدماغ، الاصابه من الدماغ بس. كل ده اللي حصل، وخدته وديته للمستشفى لحد ما جينا تقرير النيابه. طبعا النيابه وقفت جنبي بجد وساعدتني، والله يبارك له الله يبارك له. وكيل النيابه قال لي انا مش هسيبك، هم شفت الجثه وصور الجثه طبعا قبل اي حاجه، معاينه الجثه، وجه الواقع هنا صور الواقعه وطلب 8 شهود. يعني وكيل الشهود قالوا ايه؟ الشهود قالوا نفس الكلام. انت اكيد الشهود دول زمايل اخوك؟ لا، الشهود دول او الناس الاهالي. قالوا ايه بالظبط؟ قالوا نفس اللي انا قلته لك دول. قالوا اللي هو قام بعد ما ضربوه الضرب ده كله، قال لهم سيبونا انا بموت، سيبونا انا بموت. قالوا له انت تستاهل تموت، ما تستاهلش تعيش. مين هم عشان يقولوا كده؟ مين هم؟ إيه الغل ده وصل لكده ازاي؟ يعني ايه السبب؟ مخدرات. يعني ايه اللي بيخليهم عملوا مع اخوك كده خاصة؟ بيشربوا مخدرات. اشمعنى اخوك؟ عشان اخويا اكتر منهم احسن منهم، عشان اخويا الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتقف جنبه، هو الناس كلها بتحبه. هو ليه اتحمق اصلا من شتم ولا عمل ولا سوى؟ هو بيحسب اللي هو يمسكوا في بعض اثنين مشاغله باليد بالايد، هو حب يعني يسكتوا عن الشتايم للمنطقه طبعا. يعني طبعا، لان في ناس، في حريم، في بنات، في ناس رايحه جايه، في اخواتي بنات في الشارع، في ناس امهاتنا في الشارع، فاهماني؟ بس ولا اكتر ولا اقل. حتى ما حصل اللي حصل دوت، تمت المشاورة ديت. انا كل اللي بقوله لك دوت انا سامعه من الشهود في النيابة، انا ما بجيبش كلام من عندي، سامعه من الشهود في النيابة، سامعه من الناس، سامعه من كلام الناس. كلام الناس عليه كتير، كلموا كتير، حد يقول لي دخلت 45 طعنة، حد يقول لي دخلت 48 طعنة. بس اللي انا شفته فعلا ان المفصل ده ما يتفصلش غير بخمس ست سبع ضربات، لانه وطن الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله طول بعض. فعشان المفصل ده يتفصل من دراعه محتاج بالظبط خمس ضربات. إذا كان إحنا لما بنعمل عجل بنفصل له الرجل بنحتاج سطور عشان ننزل، ما بالك بقى ده دراع وكازلك، محتاج خمس ست سبع ضربات، والرجل لوحدها الربة لوحدها محتاج بالظبط سبع ضربات. فإحنا لما جمعنا الضرب ده كله لقيناهم يعني 40 48 ضربة في دراعه. إحنا ما بنتكلمش على طعنة، إحنا بنتكلم على دلوقتي تمثيل بالجثة، تمثيل بالجثة. أنا بتكلم في تمثيل بالجثة، عارف يعني ايه اللي انا بقوم وبقول لك سيبني انا بموت، سيبني انا بموت. بيقول له تستاهل تموت ازاي؟ يعني انت مين انت عشان تستاهل، يستاهل تموت ولا تعيش ولا تحكم في اعمار الناس؟ مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الحكومه هتجيب لي حق ان شاء الله باسم الله. اكيد اكيد انا واثق في الله، البلد فيها قانون طبعا. انا واثق في الله ثم في وكيل النيابه ثم في الحكومه. بس انا واثق في الله ثم في وكيل النيابه ثم الحكومه. اول ان شاء الله باذن الله ياخدوا اعدام، هعرف انا وانا مرتاح، هعرف اشوف حياتي طبيعي تاني، هعرف اشتغل، هعرف اشوف حياتي، هعرف اشوف مستقبلي، هعرف اشوف بنت الحلال اللي انا اخدها عامه، هعرف اشوف حياتي شويه. لكن طول ما هم عايشين وبيتنفسوا انا مش عارف انا ايه. المتهمين قبل كده اتخانقوا مع اخوك وصلت لضرب برضه ولا دي كانت اول مره بالطريقه دي؟ بالعكس، ده هو كان بيشوف الناس بتضرب عمر ريان ده بسبب غلطه في الناس وبسبب مرضيته في الناس، هو كان بيخش عنه، هو بيدخل يقول لهم يا جماعه سيبوه هيموت في ايديكم، ده مش على قد يعني، ده مش هيجي معانا، ده مش على يعني احنا لو مسكناه هنسقطه فسيبوه، حرام سيبوه. اخويا اللي كان بيقول يعني كده كان بيدافع عن المتهم في يوم من الايام، كان بيقول كده قسما بربي ورحمته وتربته، كان بيقول كده عليه هو. اخويا ما كان على قد ما هو مثلا كان طفل وكان شقي شويه، مثلا كان مغلبني شويه، مثلا روح انزل اجيبه من هنا يلعب مع اصحابه كوره بتاع بلاي ستيشن كده، يشتغل بالموتوسيكل، اشتغل بالموتوسيكل دي طول شويه، كان بيقلقني عليه، بس مش لدرجه ان انا اقسى عليه مثلا. قلب طيب حضرتك، انا ابعت لك الجنازه بتاعته الله اكبر عليه بسم الله ما شاء الله. لو ده كان مكروه ما كانش كل ده حصل، ما كانش كل الناس دي كلها مشيت وراه.
الناس دي كلها ما كانتش رايحة تدفنه، الناس دي كلها كانت رايحة تزف من الآخر، هي بتزفه للجنة. انت قلت لي من بدري ان حضرتك لحقته في المستشفى خلال الكام ساعه قبل ما يدخل عمليات. قال لك حاجه عن الواقعه؟ قال لك اي حاجه؟ مش كان بيحاول يقوم، كان بيحاول، هو كان بيقول لي يا احمد انا هموت، وانا اقول له يا محمد لا انت مش هتموت انا هلحقك، يقول لي لا يا احمد انا هموت، اقول له لا يا محمد احنا وقفنا نزيف ما تقلقش انا هلحقك، انت واقف عليك. انا صرف دم انا وبيقول له احكي لي عنه قبل. انا بحمد ربنا ان انا ما نزلتش، لان هما بعد ما ضربوه جم وقفوا قدام البيت عندي مستنيين ننزل الحقه علشان يضربوني ويموتوني زيه. في غل في قلبهم من ناحيتنا غير طبيعي، وده مش غل بني ادم، ده غل مخدرات، ده غل وتوقيع وتمثله بالجثه، غل مخدرات، لان ده ما بيشربوش مخدرات من الدرجه الثانيه ولا الثالثه، بيشربوا مخدرات من الدرجه الاولى، لان انا كنت بسمع كلام عن عمر ده في الشارع. انا كده كده طبيعتي ان انا ما كنتش بقعد في الشارع كتير، من شغلي اجي اقف مثلا اشرب كوبايه القهوه واروح طالع على البيت، مثلا ليا واحد صاحبي بقف معاه واطلع، تسمع ان هو بيطحن الدرشام وبيشده، ده تخيلي بقى بيعمل ايه؟ هما الاثنين تخيلي. انا اهو انا قلت لهم ده الله يكون في عونهم، ده شافوا حاجات غريبه باللي هم عملوه، يعني هم الله يكون في عونهم اللي هم عملوا كده فكروه. دماغ مش موجوده، ده لو كان عنده دماغ وفكر لحظه ما كانش عمل كده، كان هو يا دوبك ضربه بالشومه سقط سيبه يلا، ده الطبيعي لاي انسان، لاي طبيعه انسان في الدنيا، لكن ده مش انسان ولا شيطان ولا حتى بني ادم، ده مش شيطان، عمري ما الشيطان حتى، ده حاجه ما نقدرش نوصفها. احكي لي عن اخوك. احكي لي عن كلام اخويا؟ قول لي تعاملوا ازاي معاكم مع اهالي المنطقه. بصي هو في اختصار، بصي هو في كده كده في اهالي المنطقه كانت بتحبه، لانه كان طيب، ما كانش بيحب يزعل حد، لو زعل حد كان بيدور عليه راضيه، والله كان بيدور عليه يراضي اللي هو زعله، ولو انا مثلا انا وهو اتخانقنا مع بعض مجرد اللي هو بس بيبص لي كده ولا بنضحك يقول لي مثلا هات الموتوسيكل روح اجيب حاجه، اقول له خد، هو انا ببقى خايف عليه بس بقول له خد الموتوسيكل عادي، يروح يجيب يشتغل مثلا اقول له روح اشتغل. بس كان طيب وكان حنين وكان هو كان طيب، كان قلبه طيب، بس كان هو شقي شويه. اي حد اي حد في سنه يعني سنه كان شقي شويه. حضرتك بتطالب بايه؟ انا اول حاجه بطالب بيها ان هما يتعدوا، طبعا ده الاعدام ده يعني حاجه رحيمه بيهم، دي اول حاجه. ثاني حاجه طبعا مش هنطلب حق مدني، لان احنا كده كده مش طالبين دية ولا طالبين حق خالص، احنا عايزينهم يتعدوا، مش عايزين اي حاجه خالص من الدنيا ان هم يتعدوا، عشان بس اعرف انام. تمام. حضرتك احكي لنا اكتر عن محمد. انا يا بنتي بقى انا بصحى يعني اخر حاجه اكيد انت شفتيه قبل ما ينزل الصبح مثلا. حاجه قبل ما انام صليت الفجر وهو صاحي واستحمى وقعد وانا نمت. على الساعة 8 كده لقيته مولع النور، عايز يا محمد، قال لي عايز تليفون صيانة، قلت له تليفوني في الشارع، خده ونزل ما شفتوش تاني. ده يوم الخميس وانا بس حيوم الاربعاء الصبح اروح اعمل لي واجي اخر النهار. عيد ميلاده كان 29 سنة. اعمل اللي اعمله وانام، فما كنتش بقدر. عيد ميلاده وعيد ميلاده تم 26 سنة يوم 29/7 اللي فات. 26 سنة و17 يوم. و17 يوم ومات. هو تم 26 سنة و17 يوم. كان لسه عيد ميلاده من قريب. احكي لنا عنه يا حاجة في إيجاز. احكي لنا عن محمد. أنت والله أنا مالي زي ما بقول لك، أنا أصحى وهو ينام، أنا كنتش بشوف. يصحى وانا كنت بروح عند والدتي واقعد مثلا في النهار واجي بالليل اعمل اللي اعمله وبدخل اكل زي ما انت شايف، وهم شباب مع بقى في الشارع هنا هنا يقعد هنا يقعد هنا، انا كنت بنام ما كنتش بشوف. يصحى من النوم انا ببقى قاعده جوه بقرا هنا قران، يقعد يعمل يسوي بتطلبي بايه حاجه في الاخر؟ بطالب ان هو بطالب عدالة ربنا، العدل، العدل بتاع ربنا، عدل ربنا، عدل ربنا، اللي قتل ياخد يعدل، اللي موته ياخد، اللي ضربه على جنب ياخد يعدل، اللي موته هو اللي ان شاء الله الاثنين هياخدوا.
ان شاء الله الاثنين هياخدوا اعدام باذن الله. باذن الله الاثنين موجود. الاثنين موجود. اللي عملوا على دماغه. ما هو هو اللي عمله وقعه بموته على دماغه وهو موته قطعه في جثه. حابب حضرتك تضيف حاجه؟ مش عايز اضيف اي حاجه غير ان انا عايز حقه بس عشان بس ما ضيعش مستقبلي على اثنين. ما ينفعش ان انا اصلا ابص لهم. هو البلد فيها قانون واكيد هياخدوا عقابهم. اللي مصبرني ان البلد فيها قانون واللي مصبرني اكتر ان ربنا بعت لي وكيل نيابه شايف الحاله ومقدر الحاله اللي موجوده، ولما راح صورها وعين الجثه قدرها اكتر وعارف الحاله اكتر، وكمان قعد مع والدتي وشافها وخد اقوالها. وفي الثمان شهود طبعا اكدوا الكلام كله، اكدوا الكلام واكدوا الخليفات واكدوا كل حاجه. في الاصل عيني مش مصدقين ان حد كل الاصل بكل الناس اللي فيه، كل ما يشوفوه دي خناقه ودي معاه في الحته، يعني ناس معاهم في الحته المنطقه بتاعته مستغربين مش مصدقين. مش مصدقين ان ده كمان جه، ان احنا جيران. مش مصدقين ان احنا جيران. ان انت شفت منظره يا بنتي صعب، محدش مصدق خالص. محدش مصدق خالص ان ده وقت حد كان بيتخانق مع حد. الضرب اللي محمد ابني كان فيه وشكله ومنظره محدش مصدق ان شباب بتتخانق مع بعضيها. محدش مصدق يا بنتي والله. انا برضو هبعت لك. طيب احنا نقلنا لحضراتكم تفاصيل واقعة مقتل الشاب محمد على يد شقيقين طبعا قدام اهالي منطقة فيصل. طبعا زي ما الأسرة كده كشفت الواقعة ازاي تمت الجريمة، وهنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد في القضية، وان شاء الله حقه راجع. البقاء لله. شكرا.